لكن عايزين نقرب اكتر ونشوف البطوله ماشيه لغايه ايه وايه الاجواء. عشان كده معانا على الهاتف الاستاذ هشام مرزوق المنسق العام للبطوله الدبلوماسيه. مساء الخير يا استاذ هشام. الفل يا استاذ ايهاب، ازي حضرتك؟ اولا كل سنه وانت طيب، متاخر شويه ووحشنا. حيكون وحشني جدا. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. وبشكرك جدا على المداخله دي. انا عارفك مشغول، ولكن حاجه تشرف وحاجه محترمه، ومجهودك ومجهود السفاره الالمانيه باين جدا وظاهر. انا ربنا يخليك، انا بشكر حضرتك جدا، وكنت منتظر حضرتك في الافتتاح، بس اكيد ان شاء الله ده هنسعى. لا، ما احنا في مفاجاه احنا عاملينها سوا بعدين بقى مع بعض. طب حلو، ان شاء الله باذن الله لينا شرف. الحمد لله، يعني بدايه كانت موفقه الحمد لله، والبطوله بدات يوم الجمعه زي ما حضرتك عارف الافتتاح بطولة الأهلي الدبلوماسية. بشكر تاني مجلس إدارة النادي الأهلي وشركة صلة المنظمة للبطولة. الحقيقة يعني حضرتك عارف طبعا إن احنا عندنا 24 سفارة أو هيئة دبلوماسية في البطولة، والناس كلها الحمد لله مبسوطة جدا جدا بالأجواء في النادي الأهلي، والحقيقة جو رائع جدا. يعني يا ريت حضرتك تبقى تشرفنا تشوف قد إيه الهيئات الدبلوماسيه والاجانب قد ايه ان هم مبسوطين وحاسين الاجواء كلها. يعني حضرتك عارف ده اللي احنا بنسعى ليه دايما. طبعا طبعا. بالظبط، ان احنا نجمع كل البلاد اللي دي ثقافات كلها مختلفه. في حضرتك عارف من معظم الدول الكبيره، يعني في عندنا من اوروبا، من افريقيا، من قارات كلها معظمها. فدي حاجة حلوة جدا 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 صراحة، وبداية موفقة، وإن شاء الله يعني تكون النهاية موفقة طبعا أكيد. قول لي يا أستاذ هشام، شعور بقى الدبلوماسيين أو الفرق الدبلوماسية وهي بتلعب، والروح اللي بينهم والأجواء عاملة إيه؟ الحمد لله، يعني إحنا يعني شايفين إن الناس كلها كانت في أول يومين من البطولة كانوا مبسوطين جدا الحمد لله، ولقوا إن فعلا إن هم متجمعين ما بيلحقوش. طبعا حضرتك عارف إن ضغط العمل طبعا في الاسبوع كله، السفارات معظم السفارات ما بيبقوش يعني عندهم وقت ان هم يتقابلوا، فطبعا لقوا ان فعلا كله جاي بقى مش لوحده، يعني كله جاي بالاولاد والعائلات كلهم بيبقوا موجودين. تشجيع بقى وجماهير وشكل حلو واداء كويس. بالظبط، فالحقيقه لا، الاجواء في النادي الاهلي في فرع الشيخ ده، يعني بحب برضه انتهز الفرصه ان انا اذكر اللي هو محمود الفيشاوي مدير الفرع الشيخ زايد. صراحه طبعا عامل مجهود جبار جدا جدا جدا. فعلا ان هو يعني لو حضرتك تشوف اكيد حضرتك عاملين تغطيه صراحه قويه طبعا جدا برضه. لا يعني المنظر فعلا حاجه مشرفه جدا جدا لمصر، وطبعا النادي الاهلي دور وطني زي ما حضرتك قلت في الاول. وده يعني دي حاجه مش جديده على النادي الاهلي صراحه. يعني اشكرك الاستاذ هشام مرزوق المنسق العام لبطوله الدبلوماسيين طبعا.